كلام حضرتك يعني ان كان في واحد اختلف، يعني هي قال دي مش اختي وبتاع وكده، فخدوا عينه من ابوها من ساعه تقريبا عشان يحلبوها، وعشان برضه ما يبقاش في اختلاف في الجسد. يعني هو الولد قال دي مش اختي، يعني طبعا جوزه مشوهها، خدوا تحليل من ابوه دلوقتي من ساعه ده تقريبا، والتحليل يطلع خلاص على طول ان شاء الله. معاك على الاول تكتب يا باشا في المسعد. تسلم يا حبيبي، تسلم، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك.